لما فكرنا نعمل فيلم عن وطنية الكنيسة ومواقفها وتعاليمها من جيل لجيل، فكرنا نتكلم معاكو عن آخر 60 سنة. وطنية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حكاية كبيرة وطويلة، بدأت مع أول 3 قرون للميلاد. وامتدت طول السنين اللي فاتت ومستمرة لحد النهاردة. تعالوا نبدأ مع مثلث الرحمات قداسة البابا كيرولوس السادس، اللي قدر بحكمته يقود دفة الكنيسة المصرية لبر الأمان. وحضر الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بإرساء حجر أساس الكاتدرائية المرقسية الجديدة، وقد استقبل سيادته غبطة البابا كيرولوس ورجال الكنيسة القبطية في مصر وإثيوبيا، وحضر حفل نواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والوزراء، وألقى الأنبا أنطونيوس كلمة نيابة عن غبطة البابا كيرولوس، شكر فيها الرئيس لحضور الحفل ومساهمة الدولة في بناء الكاتدرائية الجديدة، وقال: إن تعاون المسلمين والمسيحيين لم يقف يوما عند حد، فإن الهلال يعانق الصليب دائما في وحدة قوية. أول مثال علاقته الفريدة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر. يسرني أن أشترك معكم اليوم في إرساء حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة. وقال الرئيس: نحن نفخر بأن بلدنا ليست فيها طائفية أو تعصب أو انقسام. وزي ما الكنيسة كانت حاضرة في المناسبات الوطنية، الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه حضر افتتاح الكاتدرائية. تاني مثال على حكمة ووطنية البابا كيرولوس هو علاقة الأخوة بينه وبين الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون. التفاهم اللي كان بينهم كان قدوة لكل الشعب، وعشان كده أصدروا مع بعض بيان مشترك بيدينوا فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس بعد نكسة 67. نؤكد على الرفض التام لتدويل القدس، وكما تربينا ونشأنا على الأخوة والمواطنة منذ الصغر في هذا الوطن الغالي العزيز، نقول للعالم قولاً وفعلاً: إن أقباط مصر هم إخواننا كما أوصانا نبينا الكريم. وتنيح البابا كيرولوس السادس في 9 مارس 1971، وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة حضرها كبار المسؤولين في مصر. اهتزت مشاعر الملايين في مصر والعالم المسيحي حزناً على وفاة قداسة البابا كيرولوس السادس
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقد توجه الرئيس السادات وكبار رجال الدولة إلى المركز البابوي بالكاتدرائية القديمة لتقديم التعازي في وفاة الراحل الكبير الذي قضى 44 عاما من حياته في خدمة الكنيسة والوطن. والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب، فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الإنجيلي. أما مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، فمواقفه الوطنية استمرت حوالي 42 سنة، هي فترة جلوسه على كرسي ماري مرقس. كلنا جنود، جنود في خدمة هذا الوطن العزيز. مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. داود النبي قدر بزلة صغيرة، يعني حاجة كده مش في خيال، يعني انه يهدم اسطورة جوليات. بالإيمان نقدر نحطم اسوار ونقدر نهدم جسور. قداسة البابا شنودة كان بيشجع المقاتلين وهو معاهم على خط النار، وبيأكد لهم ان بالإيمان مصر هتنتصر في حرب 73. اعلموا اني فخور بيكم، مصر كلها فخورة بيكم. الله أكبر. قداسة البابا شنودة بيشارك في صلاة جماعية بين المسلمين والمسيحيين وقت رفع علم مصر على أرض العريش. سبحان ربي الأعلى. التاريخ سجل بحروف من نور رد الفعل الحكيم للبابا شنودة على قرارات 5 سبتمبر 81. البابا شنودة ما اعترضش على قرارات التحفظ رغم قسوتها على الكنيسة والشعب القبطي والشعب المصري كله. أبنائي الأحباء، كهنة وشعب، سلام ونعمة لكم من الله. وبعد، أكتب إليكم هذا الخطاب من مكان خلوتي في الدير لأطمئنكم مؤقتاً، كما قال الكتاب أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الرب. إنني أطلب من الله أن يكون معكم ويحفظكم جميعا ويسمعنا عنكم كل خبر طيب. كونوا بخير، معافين في الرب، ممتلئين من روحه القدوس. وكان كل اللي بيزوروه يلاقوه محتفظ بابتسامته وودعته وطريقته الهادية اللطيفة في الكلام. وبعد ما عدت الفترة الصعبة دي وصفها البابا شنودة في عظة وقال إنها كانت فترة مثمرة، قدر خلالها يكتب أكبر عدد من مؤلفاته لو قارناها بالفترات اللي قبلها.
يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد الأول لأراحهم من حرية الفكر هذه. أنا أرى أن هذا اللقاء يفرح به كثيرون، وإذا التقى الناس بالأجساد ممكن أن يلتقوا بالأفكار أيضا. لا ما هكمل. يلتقوا بالأفكار ليلتقوا بالأجساد. معناها اننا الا لما يكون هنا تمام. معناها ان احنا التقينا قبل ان نلتقي. الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما اخذ ما ازاي اللي انت بعتها لنا دي. كل حافظ البابا شنودة لانه كان شاعر ومتقن للغه العربيه وكان انسان دمه خفيف وانسان كريم ونبيل قدر يكسب محبه شيوخ الاسلام. وما معنى الدين الله والوطن؟ شوف كل وطن لا دين فيه لا تعتز بوطنيتك. كمان وكان في علاقة قوية بين البابا شنودة والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. أول ما جه اتفاق غزة وأريحة البعض ظن أن المشكلة انتهت وخلاص واصطفينا، بينما أنا كنت بقول لهم حكاية غزة وأريحة دي مجرد خطوة لابد أن تتبعها خطوات. موقف الكنيسة القبطية من القضية الفلسطينية والإخوة الفلسطينيين موقف مبدئي عمره ما يتغير. الإنسان الحكيم ما يمشيش بآية واحدة في كل وقت، إنما يختار الوضع السليم. أنا مش عايز أتكلم معاكم كتير، كفاية كلمتين دول. إن الكلمات يا أحبائي لا تعبر عن حقيقة هذا المحبوب، لا تعبر عما صنعه البابا شنودة في جيله. ونحن إذ نودعه على رجاء القيامة نقول له: امضي يا أبانا إلى موضع راحتك، اذكرني أمام عرش النعمة، صل لكي ما يكمل الرب أيامنا بسلام كما كملت أيامك بسلام. اللمبة تبدروس. اللمبة تبدروس الثاني. اليوم ده من أهم أيام الكنيسة القبطية في العصر الحديث. البابا 118 في إعداد بطاركة الإسكندرية. أجلسنا الأنبا تودروس بابا وبطريركا على الكرسي الرسولي، كرسي القديس ماري مرقس الإنجيلي. في هذا اليوم نسلم بفرح الكنيسة لقداسته. أقولها من قلبي، سأصير له ابنا. جه الوقت اننا نتكلم عن مواقف الكنيسة الوطنية في العشر سنين الأخيرة بفضل حكمة قداسة البابا تودروس الثاني.
الحكاية بدأت بتليفون مهم جدا لحضور اجتماع 3 يوليو 2013. وفعلا راح قداسة البابا طوادروس لمطار برج العرب، وقامت الكنيسة بدورها الوطني في لحظة حساسة من عمر الوطن. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، هذه لحظة فارقة في تاريخ الوطن، في تاريخ مصرنا الحبيبة، وهذه الخريطة للطريق وللمستقبل التي أعلنها سيادة القائد العام للقوات المسلحة، وضعنا فيها كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق لكل المصريين. ما نبقاش رجالة لما ولعنا كنازل. أقول للكنيسة هناك خطوط حمراء، الخط الأحمر الذي عندنا هو شرعية الدكتور محمد مرسي اللي هيرشها بالمية هرش بالدم. كانت أيام عصيبة على مصر كلها، مش بس على الكنيسة. ورجعت الكنيسة تاني تقدم شهداء وتدفع تمن مواقفها الوطنية. وطن بلا كنائس، هنصلي في أي حتة، صلي في أوضة، في قاعة، في صالة، لكن كنائس بلا وطن يبقى معناها إيه؟ السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي حصل على 23 مليون. مصر تحتاج رئيس على درجة عالية من الكفاءة. واستمر الاستشهاد في الكنيسة لدرجة أن المجمع المقدس أعلن عيد لشهداء الكنيسة في العصر الحديث يوم 15 فبراير تذكار إعلان استشهاد شهداء مصر في ليبيا. نفذت القوات الجوية عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً، وأسفرت الضربة عن تدمير كامل للأهداف المخططة والتي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف عدداً من المواطنين بمحافظة المنيا. وفي عصر قداسة البابا طوادروس الثاني بنشوف لأول مرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بيجي الكنيسة بنفسه وقت قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط. كان ضروري إن أنا أجيلكم عشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. Thank you.
دور الكنيسة ما كانش بس على المستوى المحلي، لكن قداسة البابا طوادروس الثاني قام بجولات كتير وجهد كبير، قدر خلاله بنعمة المسيح إنه يغير وجهة نظر الغرب. العاصمة الجديدة لازم يكون فيه أكبر كنيسة ومسجد في مصر. إننا في هذه المناسبة السعيدة وهذه الصروحة التي نفرح بها بنيت بأموال وتبرعات المصريين، وكان السيد الرئيس هو أول المتبرعين فيها. نشكركم جميعا ونصلي أن يملأنا الله وأن يديم محبتنا ويديم وحدتنا معا جميعا، وليشهد العالم في هذه الليلة المباركة، يشهد هذه الصورة التي نقدمها لكل أحد، كيف أن مصرنا تعيش في هذه الوحدة وفي هذه المحبة. نصلي أن يديمها الله على الدوام، ونصلي أن يحفظكم الله دائما في قيادة بلادنا العزيزة. وأشكرك جميعا، وتحيا مصر. قداسة البابا، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنتوا بقى أنتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي أنا بأكنه لقداسة البابا. خلي بالكم، خلي بالكم، الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا، الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا. أقتبس من كلام قداسة البابا وأقوله: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. والله ما حنساها لك قداسة البابا. الكلمة دي كانت بتعكس معاني عظيمة جدا جدا، نتوقف كلنا عندها. شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، محبتنا لبعضنا البعض، الشجرة دي لسه عايزة يتحافظ عليها، نخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله، اللي هي المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها، بين الناس وبعضها. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بإيمانها وتعاليمها وحكمتها هتفضل عايشة في قلوبنا من جيل لجيل، زي الكتاب المقدس ما قال: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. كل سنة والكنيسة وشعبها طيبين، بكل بركة، بكل حكمة، بكل خير، بكل حب.